مساكم الله بالخير. You're tuning to the sounds of DJ بومتاح الأصلي. سلام 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 عليكم، كيف حالك ماي فريند؟ ان شاء الله اشتقت لي لانه انا اشتقت لك كثير ماي فريند، وما بحسن اتركك يعني هيك من دون قصص. مشان هيك اليوم جيت لك بقصة جديدة ماي فريند، تكملة لسلسلة قصص سولافة ليل. كان في كثير كلام بدي اقوله ونسيته. انا بنسى كثير، يعني ذاكرتي مثل السمكه ذبلت من فرط الجفاف. الله عليك. بالعاده بكتب ملاحظات مشان ما انسى، بس اليوم ولا كتبت ملاحظات ولا سويت اي شيء تاني ولا اي تجهيز للفيديو. اللهم شغلت الكاميرا وشغلت الاضاءه وقعدت معك ماي فريند، سويت قهوه بس، هي يعتبر من التجهيزات. سويت قهوه انت؟ شاي، نسكافيه، كابوتشينو، قدح من الشوكولاته الساخنه، يعني اي شيء. جيب لك شغله الدولار. بعد عني ماي فريند، ماني طايقك. ها سكر الفيديو روح، ما في خلص، ها بطلنا، روح يلا يلا يلا. ها ما بتحط لي لايكات؟ حط لايك هلا على الفيديو، حط لايك. يا رجل حط لايك. كل مرة بقول لك حط لايك للفيديو بتضل لي ساعة حط لايك يا زلمة، حط لايك لسه طرق خالص، انتهينا. حط حطيت له لسه. لك يلا بلا برد قلب، حط افضح عينك، حطيت لي مرض بقلبي، قلت لي السكري والزهايمر. فيديو هاد قصة راح تكون قصيرة بس في عبرة، ما بحكي لك قصة فيها 10-15 دقيقة واخر شيء طلعك هيك فاضي من دون ولا شيء، في عبرة دائما ماي فريند. المهم بما انك متابع سلسلة القصص وعرفان اخر قصة نزلتها وعرفان انه انا حكيت باخر قصة شلون كانت طفولتي وشلون كنت طفل خجول جدا، وتحولت من طفل خجول الى طفل ما عنده جنس الحياة، طفل مو طفل، عرة مثلا، يعني ابن لا بيتمناه اب ولا ام لحاله. فترة المراهقة تبعي كانت يعني من اسوأ الفترات بالنسبة لعائلتي وبالاخص امي، لانه معروف يعني انه الام بتشيل مسؤولية كبيرة من التربية، هي تعتبر المدرسة. مثل ما حكيت بالقصة الماضية، بعد ما ضربته لهذا الولد وحسيت هيك بشعور الانتصار، بلش يصير عندي حاجة لهذا الشعور، لازم اشبع رغبتي الاستراطية الاستقراطية، الرغبة الدكتاتورية انه انت تكون شخص مهم. فهون وبعد ما عدت كذا سنة انتقلنا من منطقتنا على منطقة جديدة، وفتت فيها هونيك على المدرسة الثانوية، كانت مدرسة اسمها احمد عقيل بيرام، مو مدرسة اصلا، ما تستحق لقب مدرسة ابدا، اصلاحية. انا بحياتي ما شفت مدرسة لونها اسود من الذنوب اللي فيها. يخرب بيت هيك مدرسة، الله يخرب بيت هيك مدرسة، زي مو علمتنا الفلت والطع طع 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 طارت طارت طارت، علمتنا الفلت وقلة الذوق وقلة الأدب وعدم احترام الكبير وعدم احترام المعلم وضرب المعلم يعني بالحالات الحرجة، ما في مشكلة. بدأت هون بمرحلة المراهقة تتكون عندي شخصية عدوانية شوي، يعني محب للمشاكل، ما بهتم بدروسي. أنا كنت من قبل يعني ما بهتم بدروسي، بس هلأ بطلت أهتم أكتر بدروسي، وهي المرحلة عم بحكي فيها من الصف السابع للصف التاسع. شلون صارت هاي العملية؟ في عندي أولاد عمتي الله يرحمهم، ما عادوا موجودين، تعولون لهالشخصين بالرحمة، لأنه كانوا عن جد أشخاص لهم تأثير بحياتي، وهن أخوة اثنين ماتوا، فكانوا عدوانيين شوي، يعني ما بيحسن حدا يسوي معهم مشاكل. سبع أخوة، ما بيحسن ولا حدا يسوي معهم مشاكل، حتى أنا كنت أخاف منه. فالأخ الكبير كان هو بالمدرسة، بلش يعطينا قواعد العيش في البرية، شلون بتعيش بهاي المدرسة وتتغدى بالناس قبل ما يتعشوا فيه. فهون بلشت تتكون الشخصية العدوانية، بلشت ألحق المشاكل، حتى شكلي الخارجي تغير. تخيل معي ماي فريند، مربي انا شعري لهون، لي ثلاث شعرايات هون بشنبي مربيهم كمان هيك طوال، مشان احيانا هيك بالكحلة شوي يظللهم مشان يطلعوا تمام، لابس حاطة جلد باصبع بجحف فيه هيك رايح جاي بالشارع، طلع فيه صوت مشان يعني مشان طلع هيك الوهرة تبع القبضاي. وكل ما انت طلعت هاي الشخصية اللي بداخلك، كل ما تعرفت على ناس كمان مشابهة لك، فصرت انا بمحيط يا عيني. المهم مع محاولاتي انه ما تصل اخباري هاي الحلوة اللي عند اهلي، ايش صار؟ أعوذ بالله، لحظة الضوء مسكون شكله. مهم مع المحاولات انه ما تصل اخباري لعند اهلي، ضلت توصل الاخبار. على اليوم سوق تيلي، على اليوم خرب عرس، وهاي طبعا الناس اللي بتعرفني بتعرف ذكرياتي يعني بتخريب الاعراس. هاي تخريب العرس لحاله سيرة لحاله فيديو هاي، وشيلك بقى عن الغراميات والحب والرسائل والتليفونات ويما الحب يما. المهم انا هون كنت مشكلة بسببها، هون كان لازم اهلي لاقولي حل، واللي هو هذا الصبي عنده طاقة لازم نفرغ له الطاقة تبعه، شلون نلاقي له شغلة يلتهي فيها. فكان اقتراح من مرت ابن خالة ابوي، مرت
ابن خالة ابوي. صح، ابن خالة ابوي عنده شركة باصات سفريات حلب شام ماشي. فاقترحت هاي المرأة الله يعطيها العافية انه انا اشتغل معاون مرافق بواحد من الباصات رحلات على الشام على منبج على حلب اللي هو. حبيت انا الفكرة كتير، ليش؟ انا دايح بحارتنا طول الوقت، بس هون بصير دايح اكتر انترناشونال، اتوسع. ها ماي فريند، فهماني انت؟ حبيت الفكرة، قلت له انا راح انزل على الشغل. ونزلت انا على الشغل. هون بلشنا نروح ونقرب على قصتنا لليوم. طبعا انا ما كانوا بحاجتي كموظف، بس انه يعني خلص خليه يروح يشتغل مع اللي عم يشتغلوا، بس خلصوا منه شوية. يعني وقت اللي انا بلتزم بالشغل بالاخص بالعطلة، وقت اللي ما عندي مدرسة فلازم التزم بالشغل، وقت اللي بلتزم بالشغل فهذا معناه انه راح اضل مثلا يوم او يوم ونص برا البيت اللي هي السفرة، بكون مثلا بالشام لحتى اجي بعد يوم ونص كونوا خلصوا مني شوي. هون انا بلشت الشغل وريحت امي مني شوي، بس ما كانوا عارفانين انه هذا الطفل الاطفل كان عم يتجهز تجهيز رائع للنسخة اجدد برو ماكس، لانه الشغل كشوفير ومعاون وباصات وهي في مشاكل اكتر من الحارات مليون مرة، وفي رزالة وفي اللي بدك يعني. بلشت الشغل انا، طبعا كان شوي متعب، وهذا الشيء بيعرفه كل شخص بيشتغل يعني بالباصات كمعاون، بس برغم ذلك كنت لسه متشجع على الموضوع. واللي بيضحك ماي فريند شكلي كان، الله لو تشوف شكلي انا كمعاون، الله الله لا تقول اللهم اكفينا شر هذا المخلوق. يعني انا اذا بشوفني هلا لابزق بوجهي. عزيز المراهق الله يوفقك، انتبه على موديلك. ليش؟ لانه انت بتفكر فترة المراهقة انه شكلك وشو المز اللي ما في منه. انت عزيز المراهق انت والشبشب سوا، عشان هيك اسمع نصيحة الاكبر منك. اي انا ما كنت اسمع نصيحة الاكبر مني، علي الحلال انا وشبشب سوا سوا. المهم بغض النظر عن الشكل المعفن، اشتغلت وبعد ما مر على شغلي تقريبا شي اسبوعين ثلاثة كنت بالشام بدمشق، فهنيك ناطرين انه نطلع الرحلة نرجع رجوع. خلينا نقول عن ابن خالة ابوي ابو محمود بلا ما نذكر اسامي، ممكن هو ما بيحب الشهرة ما بيحب يطلع بالفيديوهات. المهم صحيح والله ابو محمود، ابو محمود يا حبيبي تعال يا حبيبي كلمني، شو رايك تعمل عندي اعلان؟ نحط اسم الشركة على الاقل. ها بصير كل ماي فريند بدل ما يروح على اي شركة نقل تانية بيقول هاي هي الشركة اللي انا بدي اطلع فيها. ليش؟ ماي فريند كان هون، ماي فريند كان موظف بهاي الشركة. لاعلاناتكم يرجى التواصل معنا على الايميل، وكل اللي عم بيتواصلوا معي مشان الاعلانات الشحادين امبهات 50 يورو ما بسوي لكم ب 50 يورو. شركات طلعوا عرض يفضح عليكم تدفعوا لي 50 يورو. انا سارق الكاميرا سرقه، ها الدرون متبرع فيه تبرع. خلص خلص ابو محمود شافني بالشام وسالني شلون يا موسى ان شاء الله مبسوط بالشغل؟ قلت له والله الحمد لله امور تمام. يعني هو عارفان انه موسى ما عم بيشتغل اصلا، انه انا طالع هيك. كان في شوفير اللي بطلع معه اسمه ابو ايمن، هذا الاسم الحقيقي تبعه بالمناسبه، هو من الشام شامي احتبع تبعك يا ابي. ابو ايمن بيعرف انه انا بقربه يعني لصاحب الشركه، فدائما يعني بكولك بمسح والله ما في منه موسى والله شغيل على كيفك يا ابو محمود. فهو عم يشحف له غلط ابن خالة ابوي وقال له لازم تعلمه سواقه لموسى. انا هون طلعت هيك يا محمد، هل قلت ذلك لتوك يا ابو محمود؟ يا محمد دخيلك انت فتحت نار جهنم على هذا الزلمه. انا ايش قلت لحالي؟ هيك الشغله ماشي، بتشتغل اسبوعين معاون، الاسبوع الثالث بتروح شوفير، هذا هو ويك اب تو سيريس يا دراسي. والله القصة مثل ما عم بحكي لكم اياها بالضبط. ابو محمود قال له لابو ايمن، قال له لازم تعلمه سواقة لموسى، بلكي بنسويه شوفير عن قريب. انا عقلية مراهق ما بعرف ايش يعني عن قريب، عن قريب يعني بعد شوي، عن قريب يعني بعد نهارين، عن قريب يعني اسبوع بالكثير يعني. فوقت اللي قال له هيك قلت ابو لعم خلص اجت له الاوامر لازم يعلمني سواقة. ونحن راجعين قلت له شو ما بدك تعلمني سواقة لشوفير؟ فهون الشوفير قال لي لك موسى بعلمك بس مو هلا لبعدين. قلت له ما في ما قال لك الزلمه مشان تعلمني مشان بلش متعلم شوفيريه وهيك؟ قال لي خلص والله لعلمك بس مو هلا. ناله خلص ماشي السفره الجاي. قام وطنش لي قال لي ماشي. السفره اللي بعدها شو ابو ايمان امتى بدنا نسوق؟ السفره اللي بعدها شو ابو ايمان ما تعبت؟ عبقاله لشوفير باص راكب معه 40 شخص 45 شخص، عبقاله ما تعبت مشان يعني ابدل انا محلك. فهو الزلمة المسكين عم يسيرني يعني لا لا تمام تمام وضعي تمام لسه. السفرة اللي بعدها شو ابو ايمان امتى بنتعلم؟ صدينا يا زلمة صدت اجري. ايه ماشي ماشي. المهم ضليت اسبوع كامل انا عليه لازم يعلمني شو حمار هو. امتى لك شخخ
يلا علمني سواء بدنا نتعلم نركب الباص نصير شوفير شو بس حضرتك تصير شوفير. المهم عدى اسبوعين ثلاثة والزلمة كل اسبوع يدفشني على الاسبوع اللي بعده. اخر شيء قلت له لا خلص انا بدي اقول له لابو الخير. قلنا ابو الخير. تقول له لابو محمود مشان خلص هو يحكي معك. لا هذا الكلام ما بصير. انا اصلا ابو محمود قال لي بس ابو ايمن هيك قال له معك قال لي مشان اشخلك عليه خلي فنتر عليك ابو ايمن. وهداك المسكين شوفير شامي مصروع بخاف بخاف عن جد. بس انا كان اشو اسلوبي هيك دائما همجي هيك بجعر كثير. فاللي صار بالاسبوع الرابع ونحن رايحين على الشام الدنيا شوب نار ضل علينا بوقتها تقريبا حوالي ساعة ونص نوصل على الشام يمكن هيك شيء ساعة ساعة ونص. يعني انا مالل وعرقان وكرهان حالي وبدي من الله شغلة اتسلى فيها بس. فندرت على الشوفير قلت له شو ابو ايمن طلع لحالك والله لك نهارين مدوب ماك تعبان تعال اشيل عنك شوي. اول شيء قال لي لا لا ما في داعي يعني انا مرتاح ما تاكل هم. لكن تطلع على حالتك بلشت اوزز براسه مثل الشيطان. تعبروك انت هون جنبي ريح لك شوي انا بسوق عنك. وانا يعني بحياتي ماني سايق باص بس عم بحاكيه هيك بكل ثقه مشان خلص يقول انه اوكي يلا مو مشكله. فهون بعد ما زنيت 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 براسه والزلمه عن جد كان تعبان يا لطيف ملتعن ابو اللي نفضه. فهون ايش قال لي؟ قال لي خلص راح اخليك تسوق بس انا ببرك جنبك انت بس بتحط اجرك على اشو على دعسه المازوت وبتمسك الدركسيون وانا برك جنبك راح امسك الدركسيون بحال انت يعني ما عرفت. قلت له وصلت هون ماي فريند كانه مصطفى الاغا اتصل فيني مبروك ربحت معنا مسابقه الحلم يلا مسكت لك هالدركسيون. شعور لا يوصف شعور جدا جميل. انت سايق كرنك تعرف شو يعني كرنك يعني 45 راكب الكرنك كان فل والحمار شوفير خلاني اسوقه. باركت لك ماي فريند وعرمت هيك مكاني وعليت هيك صوت الياس خضر وبلشت اطلع على الطريق اطلع على المراية واسوق واستمتع. الادرينالين هيك عم شر من انفي كتر مو عالي معي عيوني هون عم يطلع منهم ادرينالين من اداني هيك وكأني مدمن مخدرات واخذ الحقنة تبعه مبسوط. فهون بعد خمس دقايق بلش الادرينالين شوي ينزل. هو الشوفير اشو حذرني اني ما امشي فوق 80 فانا هون زدت شوي فوق 80 على 90 فطلع علي اللي هدي تقول خلص لا لا خلص مهدي على مهلك وسايق انا هيك ما احسنت ماي فريند وكان امسك لك هيك وادعس دعس دعس دعست وما انتبه. اطلع عليه واطلع على العداد وعلى الشارع علي على العداد وعلى الشارع صرت 100 ماي فريند قلت بدي احقق حلمي وامشي 120 بالباص وكبست انا عبك بوسيك وام وهي دعسة المازوت بالباص بتجي كتير قاسية يعني انا كنت صغير صح بس ادعس ادعس عليها هيك قاسية. المهم عم بضل ادعس مشان امشي هيك اوصل لل 120 وما احس الا صارت كتير طرية وبلش الباص يهدي على مهله اكبس اكبس ما في ايه ايش صار. المهم صرت ماشي 40 قام قال لي شوفير لك ايش بك نحن على الاستراد امشي قلت له ما بيمشي خرب. المهم لك ايش خرب الله لا يوفق بعدني هيك اجا هو تيفحص ايش فيه دعس على المازوت ما في شيء هوا طلع انقطع شريط المازوت هون بقى هدى الباص وصفينا على اليمين وبلش يدي علي الله لا يوفقك يا موسى الله لا يوفق اللي رد عليك يا موسى الله يخرب بيتك يا موسى الله يخرب بيتك يا ابو محمود. الزلمه يا محمد صار وجهه احمر والركاب هيك لحسن الحظ ما كانوا شايفين انه انا كنت عم بسوق والله كان خربوا الدنيا فوق راسه يعني حمار الحق عليه شو عم تخلي واحد عمره 17 سنه يسوق كرنك الله يخرب بيتك. هو حتى على فكره صاحب الشركة أبو محمود ما كان قصده أنه يعلمني سواقة يعني خليني أسوق على الاستراد يعلمني سواقة ممكن أنه خلي يمشي 10 متار لقدام 10 متار لورا يقدم الباص يرجعه هيك بمكان واحد بس مو تخليه يسوق على الاستراد يا حمار جدبة يخرب بيتك يا أبو أيمن زيت عم تشوفني الله يخرب بيتك شدك جدبة. المهم صفينا وبلش الزلمه يفحص الباص انا ما عندي اي فكره باص انا ما بعرف اصلح ضو بيل بدك اصلح باص وبلش اعطيه مفك 14 وجيب البانسه ومسوك هي ومسوك هي وانا داخل صراحه قلت له يلا خيو خلصنا بدنا نمشي وهو يدعي علي الله يوفقك يا موسى وانا لسه هيك رابط جأشي خلص ولا خبا ايمان ايه بتصير يعني تحصل. ونزلت لك هالركاب هيك الساعه 2 الظهر طقت الشمس التعن ابو اللي نفضن واحد يقول للثاني يا ويلي على الصدفه لو يكون واحد منكم ماي فريند واحد من هدول الركاب اللي كانوا بالباص يا ويلاه يا ويلاه اكتب لي ماي فريندز انت هون علي الحلال ابعت لك قبلة من عندي. بلش الزلمة يحاول يصلح الباص وما عاد يتصلح معه دق على ناس اللي بده يوصل لعنا بده أقل شي ساعة ساعتين لأنه بدهم يطلعوا من الشام لعنا مشوار طريق ونحاول ندور على شريط مازوت بالباص ما في. أجيت أنا لسه اقترحت عليه فكرة خارقة ورد علي أنه نربط شريط المازوت بحبلة موجودة عنا إياها بالباص ويصير يسحب الحبلة يعني هيك بشي طريقة ما أنه خلص تكبس مازوت انا بفكر راكبين بتوك توك ولا بطرطيره. المهم بعد محاولات فاشله كتير الركاب ده خلقه والناس تروح على بيوتها فكان الاقتراح الاخير انه يعلي سرعه دوران الميتور اللي رنتيه
اذا حدا بيعرف الميكانيك، انه يعلي الليرانتي يصير في سرعه دوران للميتور، وبهذا الشكل بيحسن انه يقلع الباص وخلاص يكرج يمشي على سرعه 50 60 اللي هو. وبالفعل على الليرانتي على الاخير صارت سرعه الدوران عن طريق هذا الليرانتي بتصير سرعه الدوران عاليه، يعني كانك انت كابس على البنزين او على المازوت، فبيصير المحرك سرعه دورانه كتير عاليه وممكن انك تمشي عليه. وهيك صار مشينا مسافه تقريبا ساعه لساعه ونص لدمشق على هذا الاسلوب. وطالما انت ماشي على الاستراد بتخف سرعه الدوران وبيخف صوت المحرك على اشو على قوه السحب، لانه يعني المحرك عم يمشي الباص. بس وقت اللي المحرك ما لازم يمشي الباص بحاله مثلا انك بدك تهدي او تكبس فرين، فهون بتعلى السرعه على الاخير، بيصير صوت الباص يا لطيف. تخيل انت باص واقف جنبك وكابس مازوت على الاخير، على المطبات هيك نقرب يكبس دبرياج يصير صوت الباص يا محمد الناس تخاف، او على الاشارات الحمراء يا لطيف مأساة كانت مأساة. الشوفير طول الطريق الله لا يوفقك يا موسى، الله لا يوفقني انا اللي خليتك تسوق، وانا بكل حقارة وبرادة دم قال له ايه ليش تتخليني اسوق، حق عليك انه خليته يخليني اسوق وفوق منا بحط الحق عليه. المهم وصلنا اخر شيء بعد عناء طويل على الشام، اخذوا الباص على التصليح وانا رحت حطيت راسي ونمت وكانه ولا شيء حصل. وبعد ما طولت اسبوعين لحتى تركت الشغل وتركت هاي المهنه الزباله كلها على بعضها. بعد تقريبا حوالي الاسبوعين تركت الشغل وما عاد من وقت اشتغلت هاي الشغله، لانه هاي الشغله بتتعرف فيها على ناس كتير، ناس يعني مشكل ملون ما بدي اقول غير هيك، ناس يعني مختلفة. وهاي المهنة ابدا مو مناسبة للمراهقين بعمر 17 18 19 لل 20 سنة. وبعد ما هلا ضحكتك شوي ماي فريند بدي اقول لك العبرة من هذا الموضوع. والله انا ما عم بحكي لك القصة هيك بس مشان تضحك. احيانا في شغلات انت كتير بتكون حابب انك تساويها، شيء اول مرة بتشوفه وحابب انك تجربه، شغل معين انت بدك تشتغله وانت واثق انك رح تحقق انجاز فيه، مع العلم انه الناس الثانية بتقلك انه لا طول بالك شوي وهيك. ممكن احيانا انه تزبط معك مثل ما صار معي. هلا انا لحسن الحظ انه انتهت القصة على خير، ولا كانت القصة ممكن تنتهي بقضية، لانه تخيل انت شاب عمره 17 سنة سايق باص فيه تقريبا حوالي 40 ل 45 شخص، وتخيل لو مثلا ضرب الدولاب ولا صارت شي حادثة معينة وماتوا 2 او 3، كان هون صارت مصيبة كبيرة. وهي اصلا سوريا قبل 10 سنوات ماشية بالبركة، يعني اللي عنده شهادة واللي ما عنده شهادة بيسوق وكل شيء ماشي بالرشاوي والفساد. بس مثل ما حكيت في شغلات ممكن انه تعطيك هيك على قفاك بعدين. لذلك ماي فريند اذا انت لساتك مرحلة المراهقة خليك فليكسبل، عرفت شلون؟ يعني لا تضلك حاطط دائما الوضع جحش وانه انت بتعرف كل شيء والباقي مو فهمانين ولا شيء. على الاغلب العكس صحيح، الكل فهمانين الا انت شايف الموضوع كليا بشكل مختلف. يعني انا بتذكر كنت بحاكي حالي بعض الاحيان وقت لي واحد بينصحني شغلي بقول يا زلمي هذا مفكر انه عن جد هو فهمان وانا لا، ما انا فهمان الموضوع، فهمان يمكن اكثر منه بس هو مو عرفان، بس هو انا مو عرفان. عرفان انت ايش عم بقول انا، ولا كمان انت مو عرفان ايش انا عرفان؟ مش ما كنت عارفه. خلينا ننهي الفيديو هون على خير ماي فريند، شفتك على خير ان شاء الله، اشوفكم فيديوهات جديده وقصص جديده ماي فريند. سلا لحظه انت سويت لايك ولا لسه؟ والنبي اذا معك مسوي تعرف ده اسوي لك يا زلمه.